التنسيقية الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني من معطوبين وجرحى ومصلوبين وأرامل الشهداء وذوي الحقوق، هي نعتبرها التنسيقية الوطنية هذه هي أسرع هيكل شكل، أسرع هيكل شكل وتم تكوينه، يجمع جميع الشرائح المنطوية تحت لواء وزارة الدفاع الوطني. هذا التجمع هو تجمع يعادل تقريبا التعداد تاعو 6 أحزاب مجتمعة من كبار الأحزاب مثل لفلان والآرندي. التنسيقية هذه لا تملك اعتماد ولا موارد مالية ولا أي دعم من عند الدولة، تعتبر التنسيقية هذه رقم صعب في الساحة الوطنية، لأنها فرضت روحها على أرض الواقع. نشأ هذا التكتل، نشأ نتيجة تراكمات تقريبا 2008 لحقوق ومطالب لشرائح هذو كامل، سواء كانوا معطوبين ومشطوبين، أرامي الشهداء وذوي الحقوق، و اللي تتكون منه تقريبا التنسيقية هو 80% منها تقريبا متقاعدين كامل. التنسيقية هذه الشيء اللي يجمعها هو أنهم كامل شاركوا في العشرية السوداء في الفترة ما بين بداية حرب الطوارئ إلى نهاية حرب الطوارئ، وخدموا في ظل. لو كان تقول لي برك وقتاش تاريخ نشأة التنسيقية؟ التنسيقية هذه نشأت بقيادة الزميل المنسق الوطني سعيدي عبد العزيز سنة 2012، قدمت الاعتماد تاع وزارة الداخلية اللي تم الرفض تاعو. وصلت النشاط تاعها، كان في البداية العدد تاعها قليل، ورغم ذلك النشاط تاعها ما حبش في الميدان، الاعتصامات والوقفات. سنة 2017 بدات اول مسيرة مع زميل الاخ عمار البيري في 18 مارس 2017 في الصيف بتعداد تقريبا 200 فرد، وتم اللقاء مع سيدي عبد العزيز عمار البيري ونتحدث بصفة مروان. سرعنا في ظرف شهر، كونا قاعدة على مستوى تقريبا 36 ولاية، 36 ولاية بالبلدية تاعها. عندكم ممثلين أو منسقين جهويين في 36 ولاية؟ عندنا منسقين جهويين، منسق جهوي للغرب، منسق جهوي للشرق، ومنسق جهوي للجنوب، ومنسق جهوي للوسط. وعندنا منسقين ولائيين على مستوى 44 ولاية. 44 ولاية. وشحال في نفس الوقت عندهم تغطية من منسقين بلدية على مستوى البلدية تاعهم في كل ولاية. شحال عدد العسكريين السابقين اللي تمثلهم التنسيقية؟ التنسيقية احنا نقولها يتمثل جميع المتقاعدين اللي هو التعداد تاعهم حوالي 1 مليون متقاعد. حوالي 1 مليون متقاعد اللي هو عدد لا يستهان به. 80% منهم هما متقاعدين، ويليهم يعني المعطوبين والجرحى والمصطوبين وارامي الشهداء وذوي الحقوق. السي بوزارة، بعد الخراجات التي قمتم بها والمظاهرات والاعتصامات، وزارة الدفاع في أكثر من مرة تقول بأن وضعية المتقاعدين سويت بتعديل قانون المعاشات العسكرية في فيفري 2013، وتقول بلي أغلبية ملفات المشطوبين بسبب عجز طبي تمت تسويتها، لكن ثم تقولوا بلي المتقاعدين والمشطوبين والمعطوبين ما راهمش يستفيدوا من حقوق ينص عليها القانون. هذه من بين المطالب اللي نلقاوها في لائحة المطالب تاعكم، كيف يمكنكم شرح ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بالفعل صدر قانون المعاشات العسكرية، تعديل قانون المعاشات العسكرية في فبراير 2013. نحن نطالب بتطبيق هذا القانون وفقط. هذا القانون صدر وصدقوا عليه، ولكن لا يطبق. من بين المطالب نتاعنا وعلى رأس المطالب هي الاستفادة من المادة 45 المكرر من هذا القانون. اللي ما راكمش تستفيدوا، ما نجمهمش يطبقوا فيها، خاصة قانون يقول باللي المتقاعد العسكري من فئة رجال الصف وصف الضباط يستفيدون 85% من راتب
العامل يعني اللي يساويه في الرتبه وسنوات الخدمه والسلاح. هذه ماهيش تطبق، كون جات تطبق المتقاعد العسكري ما يديش 27%، ما يديش 27000 دينار جزائري. الذي يطبق حاليا، الذي يطبق حاليا بقانون اخر ليغطي هذه الماده. القانون يقول لك المتقاعد العسكري يدي يلزم يتقاضى السميك كما نقولوا احنا، الأجر القاعدي مرة ونصف، يعني أجر قاعدي هي 18000 ونصف يعني 900000 يولي 27000 دينار جزائري. احنا نطالبوا بتطبيق هذا المادة، بتطبيق هذا القانون اللي اصدر بالفعل، اصدر قانون المعاشات العسكرية في فبراير 2013. احنا نطالبوا بتطبيقه، يعني ربما يكون يطبقوه يطلع معاش العسكري يطلع شوية ولكن يبقى اقل، تبقى قلت لي الحالات الاجتماعيه اللي ما يستفيدش. قبل ذلك اذا ممكن تقول لي كم عدد العسكريين المعنيين بهذا المعاش تاع 27000 دينار؟ العسكريين يعني كما ذكر الاخ مروان قال لك عندنا مليون عسكري متقاعد، هذا يعني صرحوا به، تصرح به القنوات الرسميه لوزاره الدفاع اللي عندها اكثر من مليون متقاعد. يعني مليون متقاعد، مليون متقاعد، مليون متقاعد على المستوى الوطني، يعني اللي راه متقاعد من الجيش من 62 حتى لدرك. احنا نطالبوا من كل الرتب وكل من كل الرتب الفئات، من كل الاصناف، من كل الفئات، ولكن الفئه المتضرره، الفئه المتضرره يعني صراحه المتضررين هما المشطوبين اللي ما عندهمش راتب، ما عندهمش معاش نهائيا. ربما من بعد نطرقوا لفئه المشطوبين، لكن الفئه المتضرره هي فئه المتقاعدين من ضباط الصف ورجال الصف اللي راهم يتقاضوا 27000 دينار، اللي تمثل ربما حوالي 80% من المتقاعدين ككل، من اجمالي متقاعدي الجيش الوطني الشعبي على المستوى الوطني. تبقى 80% من هاد المتقاعدين، وللاسف الشديد ربما من بين 80% هذين لقاو 30% من هاد الفئه مصابه بامراض عقليه وراهي تعاني. كاينين حتى اللي قدموا يعني ارواح الاخر، ريعان شبابهم فداء لهذا الوطن وخدموا بكل يعني بكل وفاء واخلاص لهذا الوطن، وربما ما يكثرناش خير باللي في هذا الشيء. نشوفوهم راهم في الشارع يعاني، راهم يباتوا، كاين حتى مجانين اللي ما يتلقاو حتى لا رعايه صحيه لا متابعه لا لهم يحزنوا. اذا انتم تشوفوا باللي عدم تطبيق هذا القانون اللي تستند اليه وزاره الدفاع هو اللي سبب هذه المشاكل والمعاناه للمتقاعدين. بالفعل نحن احنا على هذا دائما في الخرجات ولا المطالب نتاعنا نقولوا باللي هذه حقوق ما دام صدرت في قانون المعاشات العسكريه وتسجلت في الجريده الرسميه لوزاره الدفاع الوطنيه والجمهوريه الجزائريه نطالب بتطبيقها. لو تطبق هذه القوانين ربما تنقص من طلع المستوى المعيشي او المعاش العسكري لهذه الفئه. هذا جزء من لائحه المطالب بتاعكم اللي تتضمن 36 او 37 مطلب. بالفعل المطلب اذا ممكن السيد اذا كان تسمح لي تفضل نزيد توضيح القانون تاع 2013 تفضل اللي صدر عن وزاره الدفاع الوطني ونقول لهم انه المشاكل تاع المتقاعدين سويت عبر قانون فيفري 2013. قانون فيفري 2013 بيكون في علم الراي العام، الراي العام كامل وحتى القاده السياسيين والناس اللي تتبع القضيه تاعنا، انه القانون هذا صدر شمل 78000 المعاد استدعاؤهم لرابلين. القانون هذا شمل سويت قضيه لرابلين معاد استدعائهم في القانون هذا تاع 2013، هذا ما يشملش المتقاعدين تاعنا. هذا ما هذا القانون هذا هذه محاولة تاع تغليط للرأي العام. وبالقانون هذا سويت قضية معاد استدعائهم بأن هذو الكلمة بمسمياتها والأحداث واللي يعرف العام والخاص. عبر القانون هذا لرابلي كانوا جوزوا بهم فترة الانتخابات 2014، هذا في وقت في عهد وزير رئيس الحكومة السابق سلال. قضية المتقاعدين لم تسوى لحد ساعة، لم تسوى لحد ساعة لرابلي لحد ساعة أو عنده عام خدمة في الجيش الوطني الشعبي
راهي يخلص 42 ألف دينار جزائري، واللي عنده 15 سنة خدمة فعلية وكاين اللي عنده 25 سنة خدمة فعلية في صفوف الجيش الوطني الشعبي راه يخلص ما بين 27 ألف دينار حتى 33 ألف دينار. هنا يوقع مشكل، يوقع الخلل، هنا وقع الخلل. طبقوا قوانين على المعاد استدعائهم، انهم عاودوا استدعائهم، فوتوا الخبره الطبيه حتى عند اطباء يعني مدنيين ماهمش عسكريين، عبر قانون الماده 72 تم التشويه تاعهم منحه العطب اللي خولتهم باه يدوا منحه التقاعد. رغم ان رابلي المعاد استدعائهم عندهم 20 سنه، وكان عنده 20 سنه كيفوت العام تاعو، زادوا العام سيرفيس ناسيونال. في حين نشوفوا قوانين تطبق على فئه وتحرم منها فئه اخرى. المتقاعد، احنا المتقاعدين تاعنا دروك عنده شهرين يدير، كي يخرج التقاعد عنده شهر من فتره تاع شهرين يعاود يدير فحص طبي في المصالح العسكريه، باه اذا كان عنده مرض ولا عنده تضاعفات نتيجه العمل يدي منحه العطب. احنا هذا من بين المطالب تاعنا، احنا اعاده الفحص الطبي للمتقاعدين، لانه كاين ناس عندهم مرض تفاقم مع الوقت نتيجه الخدمه اللي قلنا في العشريه السوداء من سنه بدايه حاله الطوارئ الى نهايه حاله الطوارئ، اللي قلنا خدموا في ظروف غير استثنائيه، حبه ومن كارهه من كارهه، ظروف غير استثنائيه. تقريب جميع الافراد سواء اللي خرج معطوب ولا مجروح، حتى المتقاعدين خرجوا بامراض مزمنه نتيجه الفتره تاع العشريه السوداء هذيك اللي كانت نقولوا فتره دمويه. كان عندهم تاثر نفسي وامراض نفسيه، امراض جسديه، روماتيزم، لاني ديسكال، يعني كاين امراض اللي مع الوقت تزيد تتفاقم. الان الناس هذو ما تفادوش من منحه العطب، في حين نشوفوا حنايا نظرائهم اللي خدموا عام، خدموا مده سنه واحده في الجيش الوطني الشعبي، حولوهم لصندوق التقاعد العسكري اللي هم يستفيدوا منه، وهي قانونيا نقولوا ما عندهمش الحق، لانهم ما ساهموش في الصندوق هذا كما ساهموا فيه المتقاعد اللي هو 15 مده 15 سنه ولا 20 سنه، وهو يساهم في الصندوق تاعو باه من بعد يجي فئه واحده اخرى تستفاد منها. هذا هو اللي يعني نقولوا يعني القطر اللي افاضت يعني الكاس. بكل صراحه نطالبوا هذه الوزاره مادام منحت افراد التعبئه حقوقهم، اللهم لا حسد، احنا ما حسدوش، مديتوا لهم حقهم ربي سهل، ولكن ما تخلصهمش من صندوق التقاعد العسكري اللي ما شاركش فيه. وحنا نطالب كي مديت لهم حقهم في العجز، طالب تمد حقوق فئه هذه المتقاعدين من العجز استفاده على الاقل من 10% عجز، وكل المتقاعدين يعاودوا الخبرة الطبية نتاعهم، وكما تعطيهم الخبرة الطبية مرحبا، كامل راهم عندهم عجز لا يقل عن 10%. نطالب هذا هو المطلب الرئيسي، يعني القطرة اللي فاضت الكأس، انه كيفاش تمد 10% لافراد التعبئة وما تمدهاش لفئة المتقاعدين. امام هذه المطالب وامام الخرجات والمظاهرات اللي نظمتوها، هل كان هنالك حوار او بدايه حوار مع وزاره الدفاع الوطني؟ بالفعل يعني احنا منذ الخرجات يعني من 18 افريل 2017 بعد اعتقال الزميلين يعني قاده التنسيقيه وزج بهم في السجن، بقينا في خرجات ميدانيه مكتفه، يعني على الاقل خرجتين في الشهر الى غايه 19 جونفي 2017 العام من السنة الماضية 2018 كان خروج يعني بقوة من المتقاعدين للمطالبة بحقوقهم، بعد ربما استعمال تعرضنا للتعنيف، وكانت شافوا القوة البشرية الهائلة اللي كانت ربما متجهة نحو العاصمة للمطالبة يعني سلميا، دائما في الإطار السلمي وما يكفله الدستور لنا. بعدها يعني استدعينا عن طريق وسيط
ليس احنا نشوفوه باللي ماهوش لقاء رسمي، كانت وساطه، وجلسنا مع وفد يمثل وزاره الدفاع متمثل يعني في ثلاث الويه وعميد، وهما يعني نسميهم اللواء سيد اللواء دحماني رئيس المصلحه الاجتماعيه، والسيد اللواء واش نتاع الصحه بن جلول نتاع الصحه، والسيد اللواء بالماضي يعني المدير المركزي للايصال، مع مدير الصندوق العسكري للتقاعد العميد الحاج صدوق. جلسنا معهم لمده حوالي 4 ساعات، تناقشنا في جميع المطالب. هناك يعني اعترفوا يعني بهناك مطالب وحقوق يعني مشروعه لا نقاش فيها، واعطونا وعود باللي سوف ينقل الانشغال الى اعلى مستوى، وسوف تحل المشاكل باذن الله. متى تم هذا اللقاء؟ في فبراير يعني فيفري 2018 قلت لك، يعني بعد الخروج في جانفي تم الاستجابه. كانت وعود، احنا نشوفوها وعود ماهيش تطبق، وعود وهميه مثل الوعود اللي مدوها قبل ما تطبقتش. من بينها بار اكزومبل طالبنا اعاده الفحص او اعاده الاكسبرتيز لافراد المتقاعدين، خلي في اللي عنده اي مرض متفاقم يعني ناتج عن العشريه السوداء يروح للمكاتب الجهويه يستقبلوه، يديروا بوند اكسبرتيز يبعثوه لا كوميسيون ريجيونال تاع الاكسبرتيز ويدي الحقوق. احنا بالفعل بعثنا الافراد ورحنا لكاس ريجيونو يقابلونا باللي احنا ما عندناش تعليمات باش نقابلوكم، احنا عندك شهرين، اللي فات شهرين من نهار خرج التقاعد ما عندوش الحق في الطعن وما عندوش الحق باش يفوت الاكسبرتيز. بالمقابل المدير المركزي للصحه العسكريه ومدير الصندوق التقاعد العسكري يقول لك احنا اعطينا تعليمات باش اللي عنده اي مرض يروح يدير الاكسبرتيز نتاعو، يعني هما يقول لك منا روح تروح لكاس ريجونو، يقول لك لا ما عنديش تعليمات. هذا هو اللي راه صاير، يعني كاين تلاعب، راهم يتلاعبوا بينا. قلنا فيما يخص الحقوق اعترفوا بالحقوق، خاصة يعني في فئة المشطوبين، نذكر اللي ذكرت فئة المشطوبين نرجع لها. فئة المشطوبين اعترفوا بالاخطاء البسيطة التي شطب باسبابها بعض الاشخاص. احنا طلبنا منهم، قلنا باللي فئة المشطوبين احنا ما ندافعوش اللي ارتكبوا جنايات او ارتكبوا اعمال مخالفة يعني اللي دفعت بهم ربما تدعيم الجماعة الارهابية او المتاجرة بالسلاح والمخدرات او الاعمال المشينة. احنا هذه الفئة ما كانش في بالمناسبة وزارة الدفاع قالت في جانفي 2018 بأنه هناك عناصر لا علاقة لها بفئة المتقاعدين وتريد فرض مطالبها، من بينهم يعني كانوا المشطوبين اللي تقول عليهم الوزارة بأنهم شطبوا لأسباب قضائية وانضباطية. قضية البيان تاع وزارة الدفاع، البيان تاع وزارة الدفاع احنا من جهتنا نعتبروه هو محاولة تغليط الرأي العام، لأن تهمتنا احنا التنسيقية محاولة زرع الشك لدى الرأي العام، تهديد الأمن تاع المواطنين. التنسيقية الخارجية تاعها دائما كانت خارجات سلمية. أول حاجة كان عندنا في الوقفة تاعنا النشيد الوطني، طرحهم على الشهداء، بعث رسالة سواء المناضلين تاعنا الرأي العام ولا القيادة السياسية والعسكرية بيشوفوا الفئة هذه، يشوفوا المشاكل تاعها، لأن فترة عامين في الشارع حتى واحد ما قدر يتحمل المسؤولية ولو بفتح تحقيق. أقل حاجة نقول كسياسيين أو كرؤساء حكومة ولا كوزراء، أقلها هو فتح تحقيق ونشوفوا هذه المطالب اللي هي مكتوبة في الجريدة الرسمية خارجة بتعليمات رئاسية. أو إذا أنتم تقولوا بلي فئة المشطوبين اللي تمثلوها أنتم هم المشطوبين لأسباب بسيطة اللي ممكن إعادة النظر فيها وطلبوا إعادة النظر فيها. لأسباب بسيطة كاين ناس بنوضح الأمر تاع المشطوبين اللي يعني تلقاو الاتهامات الكبيرة. فئة المشطوبين احنا اللي نمثلوها هما ناس اللي قاموا بأخطاء قادرين يتعاقبوا على الأخطاء هذه ويرجعوا للخدمة تاعهم. كاين ناس اللي فاتوا كما نقولوا المجالس التأديبية، مجلس التأديبية على رأسها يكون قائد الوحدة، قائد الوحدة ماهوش قاضي وما عندوش الحق بيفصل فرد
من عمل تاعو، لان هذا من اختصاص القضاء. كاين الناس اللي فاتت حتى باحكام قضائيه ولكن فوتت عقوبه تاعو، نقولوا شهر شهرين حبس، وكانت قادره تفوت العقوبه تاعها وتعاود ترجع للخدمه. الفئه هذه هي الشريحه الاكثر تضررا، تضرر يعني في التنسيقيه، لانهم ما يستفادوا لا معاش، لا معاش لا من تامين، على الرغم انهم فوتوا فتره، كاين اللي فوت 5 سنين، كاين اللي فوت حتى 14 سنه في كما نقولوا في العشري سوداء في اطار مكافحه الارهاب، وفي الاخير خرج ما يستفاد حتى من حق ولا الحقوق تاعو، يعني عقوبه عفيه منه. الوزاره وزاره الدفاع تقول ايضا انها لا تعترف الا بجمعيه متقاعدي الجيش للتعبير عن مطالب هذه الفئه، ما هو ردكم؟ بالفعل هناك جمعيه كما يسمى جمعيه وتسميتها الحقيقيه هي المنظمه الوطنيه للمتقاعدي الجيش. هذه المنظمه الوطنيه للمتقاعدي الجيش الوزاره اللي تقول لك هي اللي تتكفل بالانشغالات، وهي القناه الوحيده اللي راهي تهضر باسم المتقاعدين. ماهيش احنا بالفعل كانت في وقت ما، لكن ماهيش تأدي الدور نتاعها وماهيش تخدم المتقاعد، بل راهي في صراعات بين اشخاص في المحاكم، ليس ما عندهاش المنخرطين في هذا في هذه المنظمه ما همش متقاعدين، راهم من افراد التعبئه اللي راهي فتحت لهم مجال للانخراط، وماهيش تأدي الدور نتاعها في الدفاع على حقوق المتقاعدين. لهذا معظم المتقاعدين يعني والمعطوبين والمشطوبين وجميع الفئات اختاروا التنسيقية، لأن التنسيقية تطالب بالحقوق المتقاعدين المهضومة واللي راهي ضايعة، حقوق ومطالب اجتماعية يعني لتحسين المعيشة نتاعهم. لا هذا الأكثر. إذا بعد اجتماع فيفري 2018 بالاجتماع غير الرسمي مع الألوية، ما كان حتى رد من عند وزارة الدفاع، وآخر خرجة نظمتوها هي حوش المخفي، الاعتصام في حوش المخفي اللي دام 6 أيام. إذا ممكن تحكي لنا وش صرا في حوش المخفي؟ يا حوش المخفي هي محطة من محطات نضال تنسيقي. كان ذلك في سبتمبر 2018. كان في 20 سبتمبر 2018، محطة من محطات النضال، يعني كما كانت خرجات كانت حوش المخفي رقم 1، احنا قررنا باش نكون عندنا حوش المخفي رقم 2. احنا كانت عندنا نديروا وقفات واحتجاجات يعني يومية، لكن كي شفنا ما كانش أذان صاغية لنا، قررنا باش ننظموا اعتصام وطني مفتوح. خيرنا حوش المخفي نظرا لرمزية، أول شيء رمزية حوش المخفي كان حوش المخفي رقم 1 في 2017، رحنا لحوش المخفي نظرا لطيب السكان حوش المخفي. بالمناسبة نوجه ألف تحية لهم يعني على وشكر على حسن الضيافة والكرم نتاعهم، يعني اللي عاملونا أبنائهم بارك الله فيهم وجزاهم الله خير. رحنا لحوش المخفي اعتصمنا لمدة 6 أيام، واليوم 7 انطلقنا في مسيرة نحو العاصمة. قبلتم ب قبلنا بقمع يعني بقمع ممنهج، قمع مفرط استعمال القوة المفرطة يعني. ونذكر انه كان لقاء يعتبر زعما تفاوضي من طرف القائد الجهوي للدرك، اللي طلب وفد. احنا قلنا له الوفد هذا يروح يحاور، قال لك ارواحوا نهز لكم الوفد هذا، تروحوا تجلسوا على طاوله حوار مع الوزاره، هي مراوغه منه. فاذا به احنا كي بعثنا الوفد نتاعنا وعلى راسهم الاخ يعني مروان، اخذوهم للشراقه، لقاو باللي ما كان لا طاوله حوار لا وزاره، لقاو باللي التهديد وكيف يتفض هذا الاعتصام بالتهديد، كما قالوا ربما يحكي لك واش دار بيناتهم. واللي قال له باللي عندي تسخيره رقم 2 من السيد والي ولايه بومرداس، يعني تسخيره رقم 2 نعرفوها الجميع والخاص هي استعمال الرصاص الحي، وحنا ان شاء الله ما نوصلوش للشيء هذا. بعد رجوع يعني الوفد احنا قررنا، هذا في اليوم السادس بعد رجوع الوفد، قررنا باش نخرجوا من حوش المخفي يعني في اطار سلمي اللي اعطانا وقت الساعه 5 مساء، قال لك نلقاك ما كانش.
اجتمعنا يعني جميعا، قررنا باش نخرجوا من حوش الفخفي باقل يعني الاضرار ودون صدور مناوشات، وحفاظا على سكان حوش المخفي الذين يعني تضرروا من القنابل المسيله للدموع والغازات يعني اللي كانت تسقط في على الشرفات في لي بالكون، تسقط في الكور تاعهم. ضروا احنا قلنا ما نزيدوهمش اضرار، نخرجوا نروحوا. نتفاجئوا على 3:30 يعني باستعمال قوه مفرطه يعني بالطائرات المروحيه وفي الارض بالكاسحات الثلوج يعني والقنابل المسيله للدموع. 3:30 احنا كنا نحضروا باش نخرجوا يهاجمونا، ربما ما فهمناش احنا يعني الوعد اللي مدوا هذا القائد الجهوي للدرك يعني باش نخرجوا على 5:00. 3:30 تهاجمنا، تضررنا يعني بالفعل، استعملت قوة، استعملت عنف واستعمال شتى أنواع القمع اللي خلفت إصابات، من بينها يعني ما نستغرب له هو كي ربما يوجد قناصين لقنص العين يعني تم في تلك يعني في ظرف ساعة يعني قنصنا 4 أفراد في العين اليسرى، من بينهم الأخ يعني اللي فقدوا العين اليسرى، الأخ بن حليمة والأخ رضا من البرج، يعني فقدوا العين اليسرى تماما 100% تأكدت. ومازال عندنا أخوين راهم الآن تحت المتابعة، حتى الأطباء يعني كي جاوا حولوهم لهنا المستشفى العسكري بعين نعجة، هناك طبيبة يعني حارت وناضت تعيط، قالت لهم كيفاش هاد ماناش في حرب وماناش في غزة وماناش كيفاش هادو يقنصوا، كاين قناص اللي راه يقنص العينين خاصة العين اليسرى، يعني نستغرب له. استعملت جميع أنواع القمع ضدنا، لكن احنا الحمد لله ما نقولوش ماناش أعداء، الحمد لله الشيء اللي صرا صرا، ونبقاو إخوة يعني قوات حفظ النظام. هادو احنا ما نحملوهمش مسؤولية، نحملو المسؤولية اللي أعطاهم الأمر، اللي اصدر التعليمات يعني باش تقمع هذه الفئه في حوش المخفي، حملوه المسؤوليه التامه ونقول له حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني في الاخر اللي ما عندناش اللي منشكيو الا ربي سبحانه. خرجنا باضرار، الناس الاخر جرحى ما حوالي اكثر من 80 جريح، خاصه وخسائر ماديه لانه تعرضت سيارات المناضلين للتكسير العمدي. وهكذا خرجنا من تم من حوش المخفي، قررنا الخروج سالمين يعني بعد تلك العشية، واتجهنا في الليل يعني في مسير ما يعتبر مسير تكتيكي صراحة، مسيرة الكرامة سميناها مسيرة الكرامة، انطلاقا من حوش المخفي المزيرعة إلى غاية الدار البيضاء. عند وصولنا للدار البيضاء احنا كان الاتجاه نتاعنا صراحة في مسيرة سلمية، مهزين الشعارات نتاعنا والرايات الوطنية، هذا واش هزين في يدنا ونعيطوا وطني وطني أين حقي، متجهين نحو السيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لإبلاغه بما يجرى للمتقاعدين نحو قصر الرئاسة، للسيد الرئيس الجمهورية لإبلاغه بمحتوى حول ما يجرى لأبطال العشرية السوداء الذين دافعوا على هذا الوطن، هو شيء صار لهم من قمع، هو شيء صار لهم من تهميش، هو شيء صار لهم من ضرب، متجهين لإبلاغه الرسالة ونروحوا لديارنا في طريقة سلمية. بالفعل في الطريق الوطني هزين الرايات الوطنية والشعارات يعني لبوندرول اللي تعرف بالتنسيقية وهذه الفئة.